ايه التحالفات، تحالفات بكل صدق انا كنفكر فيها وداكشي. حنا جلسنا في الاغلبيه اكثر من مره قلنا واحد القضيه، قلنا يا ودي ما يكونش من الطبيعي حنا متحالفين في الحكومه ونخليو هاد التحالفات تمشي شدار مدار. لا راه غير ما كنبغيش حتى ندخلك مع شي وحدي، ماشي حتى كشخص طبعا. فبغينا قلنا هاد التحالفات اللي منطقي هو انه التحالف في الحكومه يظهر في التحالف، التحالفات في المدن والجهات. هو فقلنا نمشيو في هذا الاتجاه وبدينا كنوضعوا بعض القواعد. انا ما كان ماشي متاكد باللي هذا الشيء غيكون سهل، ولكن سنحاول ما استطعنا ان نحافظ على، اذا كانت الاغلبيه موجوده داخل التحالف غادي تبقى ان شاء الله الرحمن الرحيم، الاخرين غادي ندبروهم بطريقه يعني مناسبه.